بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كل بخير. رجعنا لكم بحلقة جديدة عن ببجي موبايل، واليوم يا اصدقائي راح اشرح لكم حدث من خلاله راح تحصلون على سكن جنطة دائمي، وراح تحصلون على اطار دائمي. فقبل ما نبدأ المقطع يا شباب، لا تنسونا من اللايك وسبسكرايب ومشاركة المقطع واصدقائكم. طبعا ما اطول عليكم بالمقدمة، نروح على الاحداث، وبعدها نروح هنا على مجموعة عملة الجمل. مثل ما تشوفون هنا عندنا بعض المهمات، مهمات سهلة وما يحتاج لها شرح. هنا يقول لك الحق 400 من الضرر بصورة إجمالية، هنا يقول لك استعد ما مجموعة 50 من الصحة. كلها مهمات سهلة نحصل من خلالها على هذه العملة، عملة سفينة الصحراء. عندنا هنا مجموعة عملة الجمل الأولى، هنا عندنا مجموعة عملة الجمل العفو الثانية، وهنا الأولى أيضا. أمين مهمات كل سهلة، قم بإحياء زملاء الفريق، أرسل 5 من المرات العجيبة. كل المهمات سهلة تحصل من خلال على هذه عملة سفينة الصحراء. يعني عندنا هنا وحدة مجموعة مهمات نقدر نحصل على العملة، وهنا مجموعة ثانية نقدر ايضا نحصل على العملة. شو نسوي بهذه العملة؟ نجي هنا استرداد عملة الجمل. تروح على استرداد عملة الجمل، تقدر تستبدلها ببطاقات الاي جي او عملة الاي جي والقسائم الكلاسية. كل هذا ما لنا دعوة به. ننزل على اخر شيء، عندنا هذه الجنطة بشكل دائم تقدر تستردها بعملة الجمل. مثل ما تشوفون تجمع 110 وراح تحصل على هذا السكين بشكل دائمي ومجانا. نجي هنا على اجمالي مرات تسجيل الدخول. مثل ما تشوفون هنا ايضا حصل يقول لك سجل الدخول مع مجموعه يوم واحد، تحصل على هذه عملة الجمل ايضا. وتنزل تحت الى هنا اخر شيء يقول لك سجل الدخول لما مجموعه 8 ايام، راح تحصل على هذا الاطار بشكل دائم. مثل ما تشوفون هذا اطار كلش حلو، الاطار الذهبي راح تحصله بشكل دائم بمجرد ما تسجل دخولك لمجموع 8 من الايام. ببساطة يا شباب هذا هو الحدث اللي نزل اليوم. اي سؤال اي استفسار اكتبوا لي بالتعليقات. وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسونا من اللايك والسبسكرايب ومشاركة المقطع واصدقائكم، وبس اشوفكم بخير.